زوجة من خلال هذا اللقاء. كرة لمصلحة نادي ظفار، علي البوسعيدي بشكل ممتاز، محاولة ناحية الجهة اليمنى، علي سالم تمرير كرة للأمام، فرصة هذه إلى داخل منطقة الجزاء. الله، جول! ما هذا يا نشمي، ما هذا يا أردني، ما هذا يا عدي، إنها لعبة الموسم. في كل مرة يسجل هدفا جميلا، في كل مرة يثبت أنه الأفضل، في كل جولة يثبت أنه النجم الأوحد في هذا المكان، القادم من أرض النشامة، القادم من أرض الشام، القادم إلى أرض الجنوب. كرة من علي البوسعيدي، هوب، ما لها إلا رجالها، ما لها إلا رجالها، ما لها إلا عدي، ما لها إلا هذا النشمي. بهذه الطريقة، بهذا الجمال، بهذا الفن، بهذا الإبداع، يسجل هدفا في غاية الروعة. إيه والله، إيه والله، رائع. تحويل الكرة للأمام بشكل خاطئ، وصلت إلى الأردني، الأردني يحاول، وليس لها إلا ابن النشامة، تصويبة من مسافة بعيدة، يسجل من خلالها هدفا جميلا. إنه هدف القمة، إنه هدف الموسم، إنه هدف الجولة. أخذها الأردني، استغل من خلالها الخطأ الدفاعي، صوبها بطريقة الخاصة، وضعها كهدفا جميلا رائعا لمصلحة الزعيم. هدفا ثالثا هو بمثابة البصمة على النقاط الثلاث. أخذها بصدره، صوبها بقدم. يا مازن، صعب يا مازن، صعب يا مازن، هذه تفقد التوازن، هذه مكانها الشباك لا غير. الأردني النشمي عدي خضر يسير لصالح ظفار. أمامي هذه الكرة مرسلة داخل منطقة الجزاء، المحاولة، الهدف الأول يأتي من الهداف عدي خضر، ينجحون في المرور وتسجيل. عدي خضر اللاعب الهداف المعد لهذه المهمة، ينجح في اقتناص رأسية رائعة من بين علي البوسعيدي، يتقدم الآن، يرسل كرة أمامية أرضية، التاريخ يتكلم دائما، الأرقام تتعدي، القرة يأتي بأول أهداف في الزعيم في هذا اللقاء في الدقيقة رقم 34. يا عدي، شوف الإعادة، شوف علي، شوف عدي بالكعب حطه، وكعب الزعيم دائما. يودي ظفار الهدف الأول، ويودي نفس الهدف الثالث في بطولة الدوري. هنا المحاولة، الهدف الأول يأتي لصالح الزعيم بعد 40 دقيقة من الانتظار، تقدم نتيجة شوط المباراة الأول. نعم، ينجح عدي خضر بإضافة الهدف الأول لصالح الزعيم من خلال هذا اللقاء. هكذا إيداع الكرة في المنطقة البعيدة. في سلام عامر، الكرة ما زالت مستمرة بين أقدام لاعبي نادي ظفار، كرة خطيرة وما زالت، جول أول لنادي ظفار، والزعيم يتقدم بالهدف الأول عن طريق عدي خضر ليستمر في التألق والتعملق ويسجل رابع هدف له في بطولة الدوري ورابع هدف له في شوط المباراة الأول. إذا الهدف يسجله عدي خضر ويتقدم الزعيم، ومن أجل الصدارة الزعيم يتقدم بالهدف الأول. لكن لاحظ الكرة الماضية وبشكل غريب، وهدف يسجله عدي خضر ويتقدم الزعيم. عدم التفاهم في الكرة الماضية، وأيضا مستمرة عند المنذر العلوي.
الى باسل الرواحي الى المنذر العلوي يحاول فيها المنذر وما زالت المحاوله مستمره وهنا كره خطيره وراسيه جول الثاني للزعيم وضعها النقاط الثلاث في وقت قاتل الزعيم يسجل الهدف الثاني والهدف الثاني الشخصي لعدي خضر هنا الكرة هنا الزعيم هذه خطيرة من الجهة اليمنى تفكير في العرضية للأمام للأمام جول جول ثاني يا له من حضور لافت للزعيم في هذه اللحظات الله 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 حلوة اللعبة حلوة اللعبة وعدي يهدي الهدف للشيخ علي الرواس توغل من الجهة اليمنى وكرة عرضية عرضية لكن يعود معتصم لي أن يغطي الكرة الماضية لاحظ عمران ارتباك في الكرة الماضية وصلت إلى قاسم عرضية من علي خطيرة جول جول فعلها الزعيم فعلها ظفار نعم يسجل هدف في هذا التوقيت الصعب عدي القرة يسجل المهاجم الأردني في هذا التوقيت هدف الأسبقية للزعيم لا جديد ظفار يبحث عن المزيد وهدف في توقيت صعب للغاية من الأردني عدي خضر القرة اللي يسجل هدف الأسبقية ويشعل المدرج الظفراوي اللي يعطي الزعيم نعم التقدم لاحظ الخطأ من عمران الغلطة الشاطر بألف يا عمران عرضية من علي وعدي يسجل في بطولة الدوري عدي خضر القرة المهاجم الأردني هل وعدتهم ببطولة الدوري يا عدي يقتنص الكرة الماضية ويضعها في شباك نادي العروبة ويسجل هدف الأسبقية للزعيم في تصديات عدي ومي ومازن من يتألق الآن جول جول مرة أخرى مرة أخرى الخبر نفس الخبر ما ترى علم جديد ظفار هو من يتقدم بالهدف الثاني مع بداية شوط المباراة الثاني ركلة جزاء صحيحة يتقدم لها الهداف الأول في دورينا الأردني النشمي الأردني النشمي النشمي الآن يبعث بالأخبار السارة بالأخبار السعيدة إلى بيت الزعامة من نادي مجيس على هذا الأساس ممكن نادي مجيس يتلقى الهدف الأول جول جول أول للزعيم جول لنادي ظفار يسجل عند الدقيقة الثامنة في الوقت الذي أتحدث من خلاله عن الضغط مثل ما حدث في الجولة الماضية ظفار يسجل عند الدقيقة السابعة اليوم يا فرصة وعدي يجب أن يسجل يجب أن يسجل نعم وسجل النشمي نعم وسجل الأردني نعم وسجل هداف الدوري نعم ووضع بصمته الهداف الأفضل لمسة ممتازة دائما وأبدا عاد ظفار إلى لمساته عاد ظفار إلى استحواذه من الجهة اليسرى وصل إلى معتز صالح معتز الأمام وعدي جول أوهو جول رابع من الأردني هذا النشمي لا أحد يستطيع عن منعه أو على منعه هذا النشمي مثل ما سجل الغساني هدفين ومثل ما يعيد للغساني الأمل لصحم يأتي هذا النشمي من أجل إخماده كل لهيب المعنويات كل الأمواج العاتية التي كادت أن تعصف بالزعيم إلا أن الأردني عدي إلا أن الأردني خضر القرة في اللقطة الماضية يضع كرة له آثار كبيرة هنا محاولة خطيرة فصل هدف ثالث فصل هدف ثالث وبالفعل الثالث الهدف الثالث عن طريق الهداف الهدف الثالث عن طريق الهداف عدي القرة
عدي القرة يسجل ثالث الأهداف ويبصم على نتيجة المباراة. عدى ولا زال عدي، عدي سجل بالثلاثة، بالثلاثة يتصدرون وبالثلاثة يحسمونها. نعم يحسمونها، نعم قال لك خلاص خلصنا عليها بالثلاثة، خلصنا عليها بالثلاثة. سار الليل يا ظفراوي، سار الليل يا مسجل، سجل لمصلحة من خلالها عدي بالهدف الأول ويعزز من رصيده في صدارة الهدافين، يتساوى مع الغساني ب 15. راح نشوف عدي ومازن الآن. عدي يا سلام، جول أول الزعيم في ليلة التتويج بالدرع. نعم عدي يأتي بالهدف الأول للزعيم في هذه المباراة والهدف رقم 15 بالنسبة له في بطولة الدوري. هدف أول إضافات بهذا الهدف الثاني. راح نشوف الإعادة لرأسية أمامية في الجهة اليسرى، ممتاز اللعبة هذه لمعتز، عرضية للأمام يا عدي، جول ثاني، الهدف رقم 16 وصدارة الهدافين للأردني المتميز عدي القرة. الله على عرضية جميلة ورأسية متقنة تأتي بثاني الأهداف للزعيم هنا في ليلة التتويج بدرع دورينا. فرحة كبيرة وسعادة كبيرة في بهذا الهدف الثاني. لن يتنازلون، لن يتنازلون عن اللقب هذا عدي القرة. يا عشاق الزعيم صبوها القهوة وزيدوها هيل، صبوها لهالنشمي عدي هداف الزعيم من خلال هذا الموسم. اللاعب الذي أكد للجميع بأنه اللاعب الذي من الصعب جدا أن يخذل جماهير الزعيم.